صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتابعوني امتى. معاكم رنا عبد الله ودليل القانون والتمويل. مبدئيا بعتذر عن الصوت ده بس لان هو الشتاء ايها الاصدقاء. تعالى اقول لكم على 6 حالات في قانون التامينات نستحق فيها المعاش حتى لو ما كملناش سن 60. وفقا لنص الماده 148 من قانون التامينات لسنه 2019 التي تنص على عديد من الحقوق التي تضمن استحقاق المعاش حتى لو ما كملناش سن 60 اول ما يتوفر الشروط الاتيه. اول حاله فيهم بلوغ سن الشهوه وهو من 45 سنه 60 سنه مع توافر اشتراك في التامينات 120 شهر اللي هم 5 سنين وبتكون 180 شهر بتكون 180 شهر بعد العمل بالقانون. تاني حاجه انتهاء خدمه المؤمن عليه سواء كان بالوفاء او العجز الكلي او الجزئي بعدم توافر اي عمل اخر للشخص المؤمن عليه عند صاحب العمل. تالت حاجه بقى العجز الكلي او الوفاء اثناء مهازله النشاط او العمل وكسواء بقى كان العمل ده في العمد او المشايخ او المرشدين او اصحاب المهن الخاصة وورثة الاعمال واصحاب الصناعات المنزلية والريفية والبيئية والادباء والفنانين وغيرهم. رابع حاجة يستحق المعاش في حالة الوفاة او العجز الكلي خلال سنة من انتهاء النشاط او العمل بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة او اخذ تعويض الدفعة الواحدة. وخامسا العجز الكلي او الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء النشاط او العمل مدى كان الاشتراك في التأمينات لا يقل عن 120 شهر وبتكون من 150 شهر ل 180 شهر بعد 5 سنين من العمل بالقانون وده بشرط عدم تجاوز برضو سن الشيخوخة وعدم اخذ تعويض الدفعة الواحدة. واخيرا انتهاء خدمة او النشاط او العمل المؤمن عليه في حالة اتمام سن الشيخوخة او الوفاة او العجز الكلي وده بالشروط الاتية. 1 تقديم طلب الصرف. 2 لا تكون خاضعة لتأمينات في وقت او في تاريخ طلب الصرف. 3 بقى توفر مدة اشتراك في التأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من اخر راتب ليك او من اخر تسوية. وبكده خلصنا 6 حالات. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لو مش مشتركين في القناة. مش عايزة تريها على صوتي المرة دي وشكرا جدا ليكم. سلام.